وايد أسماء اشتهرت بمهنة التعليق في الكويت والخليج والوطن العربي، والحربان أكيد هو الأشهر في الكويت، بس في أسماء كانت وللحين تمتعنا بصواتها وهي تعلق على مباريات منتخبنا الوطني أو الأندية الكويتية في مختلف المنافسات. وضيوفنا اليوم ثلاثة من أبرزهم المعلق في الساحة الكويتية، أولهم عبد الرحيم فخرو اللي له مشوار طويل في مهنة التعليق، بدأ مشواره في السبعينيات وتم تكليفه في التعليق على كثير من المباريات خاصة مباراة منتخبنا الوطني، واغلب الرياضيين يحبون صوته. ثاني ضيوفنا الإعلامي والمعلق صادق بدر اللي عرفناه صحفي رياضي له صولات وجولات في هذا المجال قبل لا يتحول للعمل في التعليق، مستغل خبرته الإعلامية اللي اكتسبها من العمل في الصحافة الرياضية. اليوم أبو بدر من أشهر معلقين الكويت والخليج. وثالث ضيوفنا المعلق حامد كميل اللي حبيناه كلنا بعد ما علق على النهائي في اليمن واللي توج في منتخبنا الوطني بالبطولة بعد غياب استمر لعدة سنوات. كان حامد كميل ويه الخير علينا في هالمباراة. واليوم بنحاور ضيوفنا عن وايد أمور تخص عملهم ومشوارهم الرياضي، وأمور تخص الجانب الآخر في حياتهم. يا حياكم الله معانا ضيوف نورون استديو عسيف. سيداتي آنساتي سادتي، نبدأ معكم هذه المباراة المهمة. هذه الجملة دائما نسمعها من معلقينا وبرز فيها خالد الحربان ويوسف عسى الله يعني والي العافية وذكره بالخير، وتناقلوها جميع يمكن المعلقين بشكل جميل. كانت تبدي مباراتنا وهذا التشجيع وأصوات الجماهير وصوت المعلق المتألق دائما في المباراة. اليوم يعني ضيوفنا نجوم صراحة، نجوم الملاعب لكنهم خلف الشاشة، نجوم أبرزوا يعني اللعبة الحلوة والكرة الجميلة الكويتية بشكل الجميل. أول شيء في البداية نرحب فيك يعني بنادر عمي عبد الرحيم فخرو، الله يحييك. معلق يمكن ما لحقوا عليه شباب، لكن من المعلقين اللي عطيت الكثير صراحة في الملاعب الكويتية، ويعني عسى الله يطول بعمرك، ما زلت إن شاء الله أكيد تعطي. أيضا أبو بدر صادق بدر معلقنا والإعلامي المميز والقدير، سمعنا صوتك دائما وحبيناك في التقديم وحبيناك أيضا في المجال الإعلامي، كل شكر على وجودك معنا اليوم. أيضا أبو مشاري حامد كميل مسي عليك بالخير، واليوم صراحة وجودكم يعني يثري حلقتنا. ما زلت طبعا معلق، سمعنا صوتك بمبارات مهمة قديمة ودائما نتذكر بعض اللقطات وبعض الهجمات بصوتك وانت يعني بحماس المعلق، وعسى الله إن شاء الله يعطيك العافية في القادم من الأيام. مشكور على هالمقدمة ومشكورين على هالدعوة، وبالعكس احنا نتشرف نشوف الوجوه الطيبة عبر قناتكم وكل مشاهد يتابعنا اليوم، نقول لكم مشكورين وإن شاء الله تكون حلقة جيدة. وإحنا لو ما نحبكم ما نوجدنا وجودكم حبيب. شرف كبير لنا بصراحة، ولنا يعني يمكن نبي نرجع حق البدايات في 74، يعني أكيد كانت لكم ذكريات في هذه الفترة. طبعا بنادر وأبو بدر رحتوا مع بعض، فنبي نتكلم عن هالموضوع، رحت وزارة الإعلام علشان تكونون معلقين، فشنو الذكريات؟ 74 صح؟ بدايتي مع أبو نادر بداية واحدة، معنا كذلك الأخ جاسم جلي، حنا الثلاثي قدمنا في وقت واحد في عام 74-75 ما شاء الله، يعني في منتصف 74 تقريبا. و الدخول إلى مجال التعليق في السابق يختلف تماماً عن الحين، يعني شوية في صعوبات أكثر من الحين. الاختبار صعب؟ اختبار ولقاء شخصي ثم يعطونك أشرطة، عددها أذكرها 10 أشرطة، صحيح، وتختار أنت مباريات أيضاً، تسجل كل الأشرطة هذه ثم تروح للوزارة بتكوين لجنة، أذكر كانت برئاسة الله يرحمه وكيل وزارة الإعلام في ذاك الوقت عبد العزيز جعفر، ويستمعون إلى الأشرطة
ويجيزون صوتك سواء الصوت من حيث قوة الصوت، الذبذبات، ثم تدخل إلى اختبارات شخصية. يعني يسألونك في عواصم العالم، يسألونك حتى لغويا في بعض الكلمات، ثقافة رياضية، يعني بما يخص الثقافة الرياضية، حتى بأبيات الشعر، معلومات عامة كان. فمعلومات عامة مو بس حي الله. اللي اختلف الآن هذا الشيء اختفى، يعني الاختبار الشخصي ما في، سجل ما في، أشرطة وكذا. الإجازة تأتي لكل زمان دولة ورجال. ممكن الحين تأتي مثل ما نقول احنا من فوق او براشوت وتلاقي مع اذا مشى مشى، بس ما يتم الا المتميز. تاكيد اكيد اكيد صحيح. هو حب الشيء، يعني حب التعليق صح، هو اللي يدفعك، هو نوع من الهوايه بيني وبينك يعني التعليق. انا بس لي كلمه صغيره قبل لا نبدا اي شيء. انا يعني بالنيابه عن اخواني اشكركم جدا، لانه الانسان لابد انه يتكرم خلال حياته، صحيح، مو بعد وفاته. عادة يصير التكريم كله بعد وفاته، صحيح. الآن الحمد لله رب العالمين هذا اللقاء هو احنا نعتبره كتكريم لنا خلال مسيرتنا الرياضية. أكيد. أشكر قناة العدالة على هذا على هذا اللقاء. ونادر خل أنا أقول لكم شغلة بهذا الخصوص، يعني من وجهة نظري، نعم، كل من أعطى في أي مجال كان محبة الناس وذكريات الناس له، ترى هذا أكبر تكريم. وأنتم تبارك الرحمن، يعني وين ما تروح بكل، يعني كل واحد فيكم له جيله يعرفه ويحبه ويستمتع بأداء المتميز بهذا الوقت. هذا ترى يعتبر تكريم، فإحنا دائما ما ودنا أحد يتحبط في هذا المجال إن شاء الله، لكن هذا صراحة حكم وأقل شيء يسويكم. والمشاهد له حق بعد أنه يشوفنا ويتابعنا، لأن دائما نحن خلف الكواليس، وين؟ صحيح. في الكابينة مالت التعليق، فما لك شغل، تخلص المباراة. نتكلم عن هالصعوبات اللي أكيد واجهتكم. بس بنادر بالبداية نبي نتكلم عن يوم رحت، أول يوم رحت تقدم، شنو ذكرياتك بهاليوم؟ والله الله يرحمه منصور الميل كان هو يعني واحد من اللي شجعوني على التعليق. كان صوتي أول شيء، الصوت، نبرة الصوت، لأني كنت في الجيش وكنت معلق عسكري وكانت نبرة الصوت عالية. فطرح علي الفكرة، وهي عندي هواية سابقة، يعني لأن أنا تخصص تربية بدنية، خريج معهد المعلمين تربية بدنية، فعندي خلفية رياضية. أنا ما مارست الرياضة لكن من خلال مع كلية المعلمين، صحيح. عطاني مثل ما قال الأخ صادق أشرطة، ويدخلونك الملعب، يحطونك على الخط في مكان تعلق، علق اللي تبي تقول. بعدين هم يفضون الشريط ويشوفونه، يشوفون الطريقة، يوجهونك سو كذي، قول كذي، حط هالشكل، لغاية والحمد لله ما تم الاعتماد. أول كان الاعتماد بالإذاعة، بعدين تم الاعتماد على التلفزيون. جميل. أنا ودي أسأل ومشاري، تفضل، شنو اللي وداك التعليق؟ والله شوف، هي دائما في كان عندي حب اني اكون مذيع وليس معلق بالبدايه، لاني كنت في المدرسه حتى بالابتدائي اتذكر متوسط في الاذاعه، فكنت اقدم وهذا. واتذكر يعني انت ما قلت لي على الشغله هذه، فاجأتني الله يذكره بالخير في استاد اردني اعتقد شاكر الضاضه، فكان ياخذني يعطيني الميكروفون يقول علق للطلبه بالحصه الرياضه، والله العظيم يعني من شاف صوتي وهذا فيعطيني يقول لي علق. ففعلا كنت احب الشغله هذه واخذت مجالي واستمريت فيها يعني بالمدارس. وبعدين لما شفنا خالد الحربان لا مشينا ورا، شجعكم اكثر حيل كنت امشي انا على نمط خالد الحربان الله يطول بعمره ونمسي عليه بالمناسبه. وحقيقة يمكن بعد ما دام قلت عن خالد الحربان، يمكن هو السبب الأول إني أنا أكون في التعليق، أو كان له ميزة إنه خلاني أعلم. متى التقيت بخالد الحربان؟ إيه، قبل تعليق دكتور ارتقيت في خالد الحربان في بنزين المنصورية بالصدفة. بالصدفة؟ لا، تحدي أنا. إيه. رحت له. زين. أبي أروح مني، ماني عارف وين أروح. حلو. ماني عارف وزارة الإعلام، ماني أروح لويه، فما ما عندي علاقات يعني. فكلمته كان يقول بس الله تبي بس لا وايد. المهم
عن طريقه. فقال لي يلا توكل على الله وانا اكلم لك بالاذاعه. واول كان نفسك ما تكلم بدر وابو نادر عن طريق الاذاعه يعني ونعمل واسطه يتخرج الواحد من الاذاعه وبعدين يروح للتلفزيون جاهز. صح، لان التلفزيون انت تعرف يعني صوره ومشاهد ومختلف. الاذاعه الاذاعه تقدر تتكلم ما يشوفك بس يسمعك. صح، والحمد لله. يعني بس ودي اضيف بعيد، رغم ان التعليق في الاذاعه اصعب من التلفزيون. طبعا لان انت هناك في الاذاعه عليك تاخذ الجانبين، يعني تنقل المشاهد او المستمع عيشه معك كانه قاعد يشوف عيشه معك عيشه انت نصف كامل وتهيئه كانه قاعد في الملعب يتابع المباراه. صح. الحربان الله يزي خير، يعني ما خان اكلمها لان الحق هذه لازم اقولها له. في دوره الصداقه والسلام اللي قيمت في الكويت، امها الشهيد فهد الاحمد الله يرحمه نظم هالبطوله هذه بهالصوره لكل الدول الاسلاميه، وشفتوا شنو الاحداث اللي صارت وشيء اللي صار منه موجود. فحطوا لي مباراه في الاذاعه، هذه اول بدايتي مع الخط التعليق. ما يعطونك تلفزيون، حطوني حطوا لي مباراه اعتقد افريقي منتخب ومنتخب ايران. حلو، بالجدول. واخذت الجدول مباراه واحده، طبعا هذا انجاز يعني لك انت اول مره دي انجاز. قبل يومين ولا يتصلون علي الاذاعه والاتحاد الا المنتخب الافريقي مو جاي، اعتذر باخر لحظه، اعتذر زين شطبوني من الجدول. فبعد وين اروح؟ خلاص انتهي. صح، كررت المره ثانيه اللي شفت ذكر منصوريه. رديت لخالد الحربان قلت لك كيت وكيت عشان يطلع جدوله دكتور. والله العظيم سبحان الله يجزيه الخير. هذه مباريات التلفزيون وهذه مباريات الاذاعه، اختار اللي تبي. الله اكبر. جميل، هذه ما انساها. جميل، قلت لا انا اللي معينيني الاذاعه، التلفزيون خله بصوت، عطني من الاذاعه. قال اخذ اللي تبي. قلت له عطني. ايوه والله حلو. أخذت، كان بضل أذكر إن إيران كانت إيران واليمن، فكنت أشوى إيران واليمن أسيوياً يعني معروفين ومشهورين وأسوالف. ومن يومها فعلاً خلانا ننطلق أستاذ خالد الحربة. حلو والله. أستاذ صادق، أنا يمكن بتطرق حق موضوع مهم. أنت بالبداية كنت بالثانوية مع أبو يوسف ومع عيال المطبة. فكانت علاقة تربطك فيه قوية، لكن عدنان السيد هو اللي قال لك يلا نروح التعليق. انت سبقتيني بالسؤال هذا. انا ايضا مثل انا مارست كرة القدم. كنا قبل احنا بشرق بالمطبة يعني، او شباب جيلنا احنا ما كان عندهم يعني الا يعني لعب الكرة او السباحة في البحر او خروج البر، ولذلك كنا نشغل وقتنا بال. وابو يوسف مسي عليه الله يذكره بالخير كان بنفس المنطقة اللي احنا نسكن، لعبنا مع بعض الكرة. وكان اذكر يحط الجوائز شنو بطل مينتو مثلا او عصير. وانا بطبعي كنت من يوم صغير احب فعلا اقلد. ذاك الوقت ابو يوسف سابقني فعلا، والمرحوم محمد لطيف المصري. دش كثر سبقك؟ كم سنة يعني؟ أربع سنين خمس سنين؟ تقريبا أربع سنوات خمس سنوات. نعم، لكن في بعد فترة فعلا يا زميلي ورفيق دربي في الصحافة الرياضية اللي هو الأخ عدنان السيد، قال لي ليش ما أنت ما شاء الله مدام تحب تقلد هذا وتحب تقلد هذا، دش مجال تعليق. فقدمنا فعلا مثل ما ذكرنا في البداية كتاب إلى الإعلام وقبلنا الحمد لله. ومنها استمرينا إلى أن من 74 في 2016 بطلنا التعليق وتسنى. يعني دائما الواحد بهذه الظروف وخاصة على خط مطار ورطوبة. صح، وحار وظروف صعبة قاعد يمر فيها. فأبو نادر أكيد مواقف وايد صعبة مرت عليكم وأنتوا قاعد تعلقون. والله في بعض المرات يكون الجو ممطر يعني، إيه؟ ومضطرين شو تسوي، ما تقدر تسوي شيء. بعدين الأندية عقب فترة انتبهوا حق هذا المجال، قاموا يبون
مثل الكابينة، مثل الكابينة زجاجية وتندز يحطونها لك في الوسط وتقعد داخله. فتفادينا هالشغلات من عقب ما سوت بدت الأندية يعني. ولا بالبداية لا والله كان صعب جدا، لازم تأخذ معك شمسية هذا الكود. صحيح. حصل لي موقف المطر والبرد. أنا أذكر في اعتزال الله يرحمه الكابتن الكبير عبد الله العصفور، الله يرحمه، لاعب المنتخب العسكري والوطني والقادسية، في اعتزاله كان أبو يوسف طبعا في التلفزيون، كنت بالإذاعة، وصارت مطرة قوية صج قوية، حتى مساعد النغل يا مظلتين ولكوا فايدة. وتسبحنا لما كملنا المباراة، أنا بعد المباراة أسبوع أنا فلونزا قوية المايكات ما تنطفي، ما أنسى هذه المباراة أبدا. المايك ما ينطفي ساعات المطر، ما صار فيكم هالمواقف؟ المايك المايك بروحه لا مظلة كان ماسك، يمكن مظلت المايك أكثر من يحمون المايك، فما طلعنا من الحكم لدرجة الحكم أذكر بعد الدكتور أحمد فرج كان هو الحكم، فأجل الشوط الثاني يمكن ينطر ما يقارب أكثر من ربع ساعة نص ساعة عشان يخف المطر أو يهدأ المطر ثم كمل، لكن سبحنا أكيد هذه أكيد. ومشاري التعليق للمباراة يعني ما هو السيناريو واضح، كل شيء قدامك قاعد يصير وأنت تعلق عليه. نعم. يعني كلها مفاجآت، سواء أهداف سواء لقطات سواء يمكن خلينا نقول حتى مشاكل تصير بين نعم. اللاعبين أو قرارات تصير متغيرة، فأنت تبدي تعلق أول بأول. المعلق يتفاجأ مثل الجمهور ترى. طبعا صحيح. ولازم يتمالك نفسه إن يقدم بشكل اللي مو كأنه قاعد إنه بينه وبين ربعه. ديواني. بالضبط، لأن تمرات في تطلع منك كلمات بديواني أوه كذا. كمعلق لازم تلتزم فيها طبعًا. فيها صعوبة هذه أبو مشاري، شيء أكيد فيها صعوبة وتحتاج أيضا هذه خبرة يعني بالضبط. يعني أول ما بدينا لا تلقى ممكن يجيلك شوية تطلع من هذه، لكن مع الخبرة ومع التعليق ومع أيضا مساندة الأخوان الكبار الله يحفظهم صادق وخالد الحربان لي خدت مجالي إن أنا دشيت يعني حقيقة يعني خالد الحربان صادق بدر جاسم جلي ما نتكلمنا كان قبلكم صح؟ لا معانا مع بس مو نادر الاثنين هذين لو خالد الحربان دشيت معاهم انا وكانوا هم المعروفين يعني منو حامد كميل اساسا صح. فالحمد لله دشيت وياهم بالمجهود وبالاشاره لا والله بديت اخذ منهم المباريات واليوم الحمد لله هم يعني في تقاعد واحنا وراهم سلموا الرايه يسلموا الرايه وان شاء الله تستمر الرايه ان شاء الله. طبعا احنا عندنا مجموعه مباريات باصواتكم حبينا نسمعها مع نشوفها مع المشاهدين ونرد لكم. باسم يلعبها طويله جدا كره حلوه توصل الى باطل شبيب ماشي باطل وداخل مع وليد الجاسم باطل شبيب بمر بيلعبها داخل الجول الله حلو بمجهود حلو كره مرتده من باطل شبيب ياخذها من خط النص ومر فيها ويطوف وليد الجاسم ويلعبها حلوه في الدقيقه 20 في الدقيقه 20 عاده بالبطيء شوف عاده يحاول شوف لما مر فعلا قدر يمر ويخدع فيها حارس المرمى اللي بيلعبها من حدر ايده الشمال مسجلة الهدف الاول للتضامن 1-1 في الدقيقة 20 يلعبها في مكان سليم حلوة لجابر الزنقي اللي بيصلح قدام الجول كرة قوية الله كرة حلوة تتسجل في ولكن قصيرة حمد بيحصلها حمد العنزي وبدر معه يلعبها وين المتابعة يلا وليد حصلها وليد يلا يا وليد شوت على الجول شوت وليد وهذا كلامي يا وليد وأنا اللي أقول لك شوت يا وليد جول ما شاء الله كل واحد فيكم له أسلوب ونبرة صوت لكن خلينا نقول مدرسة واحدة يعني يسمعكم يدري ان انتوا قاعد تعلقون في مدرسه واحده صح اكيد في مثلا اقتباس من بعض لما تسمعون بعض لما تسمعون مثلا نقول ابو يوسف كان قبلكم ايضا بدا في موضوع الحماس واسامي اللاعبين وكذا هو اكثر تاثير كان بيني وبينك من يعني
من ابو يوسف يعني مبين مدرسه الحربان موجوده في الكويت كلنا نسمع مو بس بالكويت دكتور برا حتى بالخليج نعم صح وهم محترفين اخواننا في الخليج ان الاستاذ خالد الحربان هو مدرسه لنا هم يقولون فاحنا مشينا على خالد الحربان ونفتخر فيه بالعكس هذا الشيء هو تميز حقيقه بطريقته بأسلوبه في شد الجمهور بصوته طبقات صوته بمتابعته ما شاء الله يعني حقيقة في التعليق كان فعلا مثل ما ذكروا الإخوان مدرسة لما يتعاطف المباراة مع اللاعب نعم يعني مثل المباراة الأخيرة الحين اللي توه وليد علي يعني وانت تقول له شوت شوت هي ردة فعل دكتور ترى بالضبط لأني أنا يمك كأن عندي أنا هو ما يدري عني أصلا لكن أنا أشوفه شوت وليد من أبي جول أبي هذا الشغلة واضحة كانت على المرمى فلذلك صحيح. يعني اللاعب مع المعلق ترى يمكن شعور واحد بالهجمه او بالتسديده هو المعلق ملك المباراه احيانا ابو عبد العزيز يعني المعلق ايضا يتوقع احيانا من كثر ما صح خبره صح. الخبره والممارسه وحفظ للاعب احيانا المعلق يحفظ اللاعب هذا متى يبي يشوت هذا متى يبي يستلم الكره متى يمررها صح هذه من خلال حفظ المعلق للاعبين وتحركه وقفة اللاعب وهيئته وسرعة الكرة والأمور هذه القدم اللي بيشوت فيها صح. لأن وليد كان على يسار أيوة. فلذلك أنا إحساسي كان وليد يشوت وليد كان في أيامه في عز الحقيقة أيوة. فعلا شات باليسار وأدى وردينا البطولة الخليج الآن إحنا أيوة أبطالها الحمد لله أستاذ عبد الرحيم الساعات يقولون المعلق يموت المباراة شلون؟ في برودة بروده في بروده هو مو قاعد يلعب يعني يعني ما ولا هو مع اللاعب اصلا ولا يدري انا ودي اشارك في هالنقطه هذه بالذات ترى بنسمع لكم كلكم في هذا الموضوع في هذا الموضوع المعلق مرات يذبح المباراه ومرات يشعل المباراه هو صحيح هو قبل ان يكون هذا المعلق معلق هو انسان عادي بشر مثله مثل الممثل مثل المطرب مثل اي حرفه ثانيه مهنه ثانيه اليوم انت يجيب لك اشهر واحسن مطرب سواء بالكويت او بالعالم وحطه بمسرح وفرقه موسيقيه تعزف والجمهور قاعدين ثلاثه اربعه هل تتوقع هذا المطرب يبدع ما يبدع اداء ما راح يكون مثل الجمهور ما راح يكون بالمطلوب والمعلق كذلك اذا المباراه عاديه كلش مستواها هابط المعلق في هذه الحالة إذا ظل مثلاً يصرخ كأنه يبالغ هو بوادي والمباراة بوادي فالمعلق يتفاعل مع مستوى المباراة اللي قدامه واللعبة اللي قدامه صح بس بناء يعني سؤالي وتجد حتى نبرة صوت المعلق في الهجمة غير صح في الهدف يختلف تعليقه في وسط الملعب انفعالاته تبين تكون انفعالاته مختلفه انفعالاته تختلف نعم حسب المباراه ومستواها بس الحكي مو كذي الحكي ابي ابو نادر تقول لي اذا كانت المباراه حماسيه وفيها لعب وفيها باصات وهجمات ولكن المعلق بارد وقد هو يعتقد ان هذا الاسلوب اللي انا اعلق فيه صحيح. مثل الحين الدوري الانجليزي معلق الانجليز باردين صحيح نظامهم كذي اي نظامهم كذي يعني وهم هو جمهورهم يبي كذي مع انه جمهور يعني. انت كمعلق لازم تتفاعل شرس اي والله تتفاعل مع كل هجمه لازم تتفاعل مع كل هجمه ولا ما يمكن انك تعطي الصوره الكامله للمباراه يعني انا اتذكر مره في مباراه اتذكر طرف فيها كان اليرموك والمباراه كانت حوالي الساعه 3 الظهر وانا قاعد اعلق ماكو احد ماكو الا ثلاثة عمال من نظافه قاعدين على المدرج وصرخ وصرخ وكره راحت مني وردت من وبعدين عقب انتهى الشوط الاول والصحفيين قاعدين ورا قال ابو نادر ايش حق تصرخ؟ ميت المباراه كنت والله ايش اسوي؟ ابي بس الناس تتفاعل معي بس احييت المباراه شوي بالاذاعه لانها بالاذاعه لان بالتلفزيون صعب شوية لأن أيضا أنت لازم تحسب حساب المستمع أو المشاهد صح. لأن أحيانا والله أنت ترفع من مستوى المباراة أنت شو يسوي المعلق قاعد فيلم هندي إحنا شايفين ايه. مباراة صح. عادية وناس عادي صحيح اهدى اهدى هو يعني نكمل عليها طبعا ايه. من ما تفضلت أنت المباراة مع مرات هي تخدمك صح ايه؟ مثل شلون نقول أن الحكم
خدمته المباراة لما المعلق يقول خدمة المباراة ليش؟ ما في احتجاجات، ما في ضرب، ما في انذارات، ما في طرد. هنا نقول احنا اللاعبين خدموا الحق، لعب حلو، هجمات، مو 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 جايين يخربون المباراة او كذا. نفس الشيء المعلق، المعلق اذا اجى قدامه يعني اللاعبين للاسف ما يقدم دور، ما اخذ دور. يعني ليش خالد الحربان الله يعطيه الصحة والعافية انتقل من الكويت للخليج والوطن العربي؟ ليش؟ الزمن اللي لعب فيه اللاعبين الموجودين والانجازات، تروح زمن تروح يمين ولا تروح يسار، تروح ضيف الانجازات، يعني تخدمك الانجازات اذا المنتخب او نادي انت متابعه تعلق ويحقق نتائج طيبه وبطولات، فلذلك يعطيه، فانت تعطي. شلون ليش اطلق ابو يوسف القاب على اللاعبين فارس الاسمر ولا لانه يعني يستحقون وقت فعلا يعطيك. ولذلك المعلق احيانا ممكن يضع نفسه في زاويه لما يكون اللعب عادي. زين الحين اللاعبين تطلقون عليهم القاب، انتم المعلقين صعب الان المعلقين اي الان الان نتكلم إيه؟ الان صعب تطلق على واحد. عجيب بدر مطوع متى صار اخر واحد بدر مطوع اللي هو الان مع احترامي لكل لاعبين منتخب الكويت هو الوحيد اللي صار له عندنا 13 سنه و14 سنه. انا اتكلم عن مستوى ثابت، عن اداء عالي، عن منافسه في اسيا كافضل لاعب. بدر مطوع غيره تقدر تعطيني اعطوني المعلقين؟ ما في، لا لا النجوم فترة اختفوا الحقيقه النجوم. عندنا بشار عبد الله، عندنا لا لا احنا ما قديم يو يا جيل ايه؟ بشار، الهويدي، اسامه، بنيان، دبشه، بعد هالجيل هذا بعد الجيل اللي راح. لا نتكلم، لا هو يتكلم عن الالقاب صحيح. فاحيانا انت ما لابد ان اللاعب يطول الفتره علشان يكون قيمه، مو تعطيه خلال لعب مثلا قدام القادسيه ولا العربي وصار نجم بعدها وينه؟ مو موجود. أيه. فما يصير تعطي اللقب على مباراة واحدة أو على شغلة صغيرة. انا بتكلم موضوع وايد مهم. الأجر والمقابل المادي، هل هو على المباراة مجزي يعني بالبدايات؟ يعني هذا موضوع، والحين كم صار وهل هو مجزي الحين ولا مو مجزي؟ ضقتي على وتر حساس انت. ليش ضحكتوا كلكم؟ يعني شوفي انا مثلا انا مع البداية بدينا 25 دينار المباراة. 25 ايه بداية، بعدين بدأت تطلع تطلع، وصلنا انا شخصيا اتكلم عن نفسي وصلنا ل 45 90 دقيقة 45 دينار وانت تعلق ب 45 اذاعة او تلفزيون 45 دينار. ظليت من 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 الثمانينات لين خلصت التعليق 2010 وانا 45 دينار. ناس جات عقبي ودخلت من اول ما دخلت اعطوها 120 دينار. يعني نوع من التصنيف ما ادري شو كلام بنادر هو في نوع من الصحة صميم. في السابق الوضع اختلف تماما، وانا احد المشاركين كانت في كنت في لجنة التقييم. كونوا لجنة في ذاك الوقت، كان بيوسف افتكر في اسبانيا يجري عملية او كذا في العين، فاتصل فيني غالب الأخ غالب العصيمي أيام ما كان وكيل وزارة. نعم كان وكيل ونمسي عليه. فكونوا لجنة فعلا لتقييم المعلقين، كافة المعلقين. حتى أنا طلبني قلت له ترى أنا ممكن أقيم معلقين كرة القدم، لكن أنا ما أقدر سلة طائرة صحيح، وحتى في معلقين للسباحة والتنس. قال ما عندنا، بقدر بخبرتك وكذا. قلت انا مجرد ابدي راي بس يرجع لكم الحكم. حلو. اختلفت مثل ما ذكر الاخ منادر، في البدايه بدينا احنا كلنا 25 ثم تطورت 45 75 بالنهايه اخر تصنيف في درجه افتكر في نجم باء والف وبعدين نجم 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 صحيح. النجم نفس المذيعين النجم على كل مباراه مكافأته 150 دينار. 150 وأنا يعني يمكن مضالي كذا سنة كنت أستلم، أعتقد منهم الأخ حامد حمد ويوسف. السعر الحالي الحين بالعفة أما هي الحال الحين بس خلص أنا هذا هذا آخر آخر تغيين. نعم لأن أنا مشارك في اللجنة هذه الحقيقة. التقييم هل حصل تغييرات أخيرة؟ لأن أنا فيها لجان صارت وعلى المالية بطلت في 2016، فلا أعلم ماذا حدث بعد ذلك. لا هو صح ما تفضل، لكن أنت تأخذ على
النجم طبعا الشيخ فيصل المالك مسي عليه وكيل وزارة الإعلام. هي السقف ليه 75؟ الإمارات الوحدة 75. إيه ليه 75 كان يوقف خلاص. نعم. هني يستثنيك وكيل وزارة بكتاب من مدير القناة أو كذا إذا شافوك أنت يعني تستحق أكثر. فهني اللي يتكلم عنه بودر زاد، لكن هو كرسمي كان ليه 75. شوف إحنا اليوم أبو مشاري نتكلم عن وزارة الإعلام، أكيد عندهم ليمت معين. نعم. وداخلة فيه الأسخف المالية في هذا الموضوع. بالتأكيد صحيح. لكن خلينا نتكلم بشكل عام. اليوم اتحاد الكرة أيضا له دخل في الموضوع. اليوم عندنا شركات سبونسر راعي رسمي للمباريات. يعني اليوم المعلق ما لازم ياخذ مكافأته فقط من الإعلام، وزارة الإعلام صح، لازم ياخذ أيضا مكافأته من الاتحاد، لازم ياخذ مكافأته من الراعي الرسمي الدوري الكويتي، عنده راعي رسمي قاعد يصرف على هذا الدوري. لما نقارن إعلامنا في الكويت والإعلام الخارجي الوضع مغاير جدا. بالتأكيد. ما في شيء اسمه وزارة الإعلام برا تعطي حق المعلق. لا لا، هو ما تفضلت دكتور، يعني أنت لأن كونه وزارة الإعلام وزارة حكومية بالضبط، في النهاية عندها ملزومة ملزومة بقوانين ولوائح مالية وتوصل طبعاً الأشياء هذه ما يقدرون يتصرفون صحيح. فيها. لكن أنت بتتكلم عن خل نروح نطلع الخليج. يلا الخليج ما شاء الله عليهم الآن. يعني أنت على الأقل يعني عسى الله يرزقهم إن شاء الله وما يض 2000 دينار 1800 دينار في الشهر لك مثلا. على هالطاري في عندكم عروض؟ نعم. من برا انا ما ادري اول بالنسبه ولا لي واحد. لا انا يتني عروض، يتلك عروض. اي وشكرا. بالمناسبه اشكر قناه الجزيره كانت قدمت لي عرض، واشكر سعد الحوطي اللي اتصل فيني والمسي عليه ابو محمد، وانا كنت في العمره في مكه دق 10 مرات انا مخلي التليفون بالغرفه ما ادري، فقال لي نبي هذا، وانا اشكرهم على الثقه وهذا. وايضا قناه الدوري والكاس ايضا قدموا جزاهم الله خير مشكورين. تستاهل. إيه ليش ما رحت؟ ظروف خاصه طبعا. وبنفس الوقت هم استشرت انا عندي خالد الحربان صار هو كل شيء، فقال لي انت في دوامك راتبك كم؟ حسبها لي كذي عشان يقول لي لا تروح. تقاعد لا روح. صحيح. ما دام انه راتبك كذي لا ما يسوالك عن اهلك واصدقائك، وانت اليوم في ديرتك ما شاء الله معزز مكرم ويعطونك كل فالحمد لله. مصالحنا هالشيء الحمد لله. شكرا. انا ودي اتكلم عن الواسطه الدش بهالموضوع، انه يعني مباراه نهائيه قويه يعني تم اختيار مثلا معلق معين بالواسطه الدش يصير هم الواسطة موجودة. نعم. سولفوا لنا عن الواسطات. الواسطة كلها تأثير يعني. الدش في المباريات، الدش في الدورات، وأنا صادفتني هذه الأمور عدة مرات. لكن طبعاً الحمد لله أن يعني لما تروحين للمسؤولين تقدمين احتجاجك وشكوتك. الحمد لله في يعني ايجابيه وفي قبول يعني في انصاف فيما بعد. اي انا اذكر لكن بدون ذكر المعلق اللي في احدى الدورات دورات الخليج عدوا الوفد وراحوا، ثم انتهت الدوره في الامارات كانت ورجعوا، وفي اللي هي هذه أولمبياد سيدني الوفد حطوا كل وفد الإعلامي اللي راح يغادر، وأنا كنت موجود شوي ولا والسفر بعد أسبوع، ما مروا يومين اتصل فيني أحد الأخوة في القناة الرياضية قال أبو بدر ترى شالوا اسمك وحطوا معلق حطوا فلان فلان توي اي ما صار له ايام معدوده جاي من دوره الخليج. هني الحقيقه قلت ما يضيع يعني مثل ما يقولون شنو ما ضاع حق وراه مطالب. قلت خروح طالب واسمك طالب. اي نعم. زين سويت والله. اي والله والله وقابلت في ذاك الوقت حلو. وكيل الوزاره والله امسي عليه الحين، في ذاك الوقت كان وكيل الوزاره الحجي، فعرضت مشكلتي وتقبل فعلا، واتصل في البرامج الرياضية تشيلون المعلق اللي حطيته وردوا صادق بدر.
لأن هذا حق. ورحنا والحمد لله علقنا في أولمبياد سيدني وأدينا المهمة اللي علينا ورجعنا والحمد لله. فالواسطات تلعب دورك موجودة. تلعب دورك مجاملات الواسطات صارت معي أنا في كانت البطولة الآسيوية في تايلاند وطالع معلق مع زميل ثاني ورحنا. يعني المفروض المباريات تقسم بين الاثنين صح. جدول المباراة بالتساوي صح بالتساوي ايه؟ نعم. أخذ كل مباراة أعطيه مباراة واحدة البحرين أنا ما أنا شخصيا طبيعتي ما أتظلم يعني خلص ايه انتهى الأمر يا شافوا كذي خلص انتهى. احنا ودنا نسمع منكم كلمة أخيرة يعني بس قبل أن نسمع كلمة أخيرة قبل ودنا نسمع مباراة باكر راح تكون بين الكويت وأستراليا نعم. تصفيات كأس العالم فودي توقعاتكم من اليوم أول الخبير أول الخبير شنو تتوقعون النتيجة أول الخبير لأنه هو الموجود حاليا لا هو أشوف إن شاء الله احنا متفائلين خير بمنتخبنا وخاصة اليوم الموجودين شباب صحيح يعني أقلب 6-7 لاعبين من الشباب مو سهل في منتخب الكويت في 4 خبرة نقول إلى 5-6 لاعبين بعد هناك خليط ما بين الشباب والخبرة وإن شاء الله الله يوفقهم كم على طول تبي النتيجة ايه. إن شاء الله فوز الكويت فوز الكويت كم 1-0 2-1 إن شاء الله حامد كميل 2-1 إن شاء الله أنا أثني على كلامه فعلا وكرة القدم ترى عطاء صحيح إيش كثر تعطين من مجهود من ما تعرف كبير صغير الملعب كرة القدم ما لها يعني معايير ثابتة حقيقة تعطينها تعطيك صحيح إذا أدوا منتخبنا أيضا الحقيقة لا يساهم فيه ويضم مجموعة طيبة من النجوم وخاصة إذا كان حسب متعطش الحين المنتخب للفوز وإحنا الجمهور واللاعبين الحقيقة متعطشين مثل ما تفضل صادق بدر كم النتيجة النتيجة إن شاء الله محسوبة عليك هذه 1-0 صفر الكويت إن شاء الله ونادر بإذن الله بإذن الله إن شاء الله 1-0 الكويت 1-0 المغرب صادق بإذن الله إن شاء الله ودنا نسمع منكم كلمة أخيرة هي رسالة بتبون تقدمونها للشباب هي رسالة بتقدمونها للجمهور المشاهد معاكم اليوم نبدي بكم والله بداية أحب أشكركم الحقيقة الله يسلمك ومثل ما تفضل ونادر أنكم ذكرتونا هذا نوع من التكريم أصلا أي والله ذكرتونا وقدمتونا الحقيقة حتى السادة المشاهدين تقديم جيد صراحة يشوفونا الحقيقة بعد هالفترة هذه الله يجزيك ثانيا كلمتي الحقيقة هي خاصة في بلدي يا ربي إن شاء الله تصفر القلوب آمين آمين والجميع مديدة من أجل خدمة هالبلد اللي عطانا الكثير صحيح. ومهما عملنا حقيقة الواحد يكون واقعي مهما سوينا مهما قدمنا مهما خدمنا والله لا يمكن أن نوفي حقها ولو جزء بسيط من حقها صدقت فأرجو الجميع إن شاء الله يا ربي يا كريم تصفق قلوبهم يصير قلب واحد ويد واحدة وكلنا نعمل من أجل إعادة الكويت إلى مجدها الرياضية ونشوف إن شاء الله الأمجاد الرياضية اللي كنا نفخر فيها هذا اللي نتمنى إن شاء الله. آمين. إحنا نشكركم بالتأكيد دائماً الغات ونشكر الجنود المجهولين اللي واقفين الآن حولنا ومعطين الصورة للمشاهد الكريم دائماً ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا وعلى فكرة منتخبنا يعني إن شاء الله عنده ثقة أكثر على أستراليا إحنا الوحيدين في آسيا وفي الخليج والوطن العربي الفوز على أستراليا صحيح. يعني الحمد لله في ثقة باللاعب الكويتي دائما وليش وفي ديرتهم احنا فزنا عليهم صحيح. إن شاء الله بعد هني بإذن الله, بإذن الله شكرا لك وشكرا لخطصة وإن شاء الله دائما أنا أقول على الخير والمحبة التقينا على الخير والمحبة دائما يودعكم حامد كميل إلى الملتقى صوتكم محفور بقلوبنا بصراحة يعني كلكم يعطيكم العافية الله يعافيك ونادر شنو ودك تقول والله أنا في نهاية هاي المقابلة أول شكرا جزيلا لكم شكرا لقناة العدالة على هذا اللقاء ومثل ما قلت هذا نوع من التكريم لي والإخواني وحتى المعلقين الثانيين يعني صحيح احنا نمثلهم أكيد نمثلهم الحمد لله رب العالمين كلمتي بوجهها للإخوة المعلقين الجدد احذر من انك تتحيز لأي فريق صحيح. وهذا صح. من الأمور السيئة جدا يعني للمعلق للمعلق جدا ولاحظ انا في المعلقين الجدد يعني يمكن يوافقني كأستاذ حامد انه وايد
تلقاه متحيز وايد تلقاه متحيز يا بقول هني تلاقي وين مفعل يا بقول هناك ما شاء الله خوش قول هذا بالله خوش خليك محايد في كل مكان رساله طيبه هذا ابو نادر ان شاء الله عسى الله يوفقهم باذن الله اجمعين يعطيكم الف عافيه نورتونا وشكرا على وجودكم مثل ما قلت لكم اصواتكم محفوره بقلوبنا الله يحفظك نور بوجودكم نجوم كل مباراه رياضيه قاعد نسمعها من طيب ان شاء الله مشكورين طبعا مشاهدينا مكملين معاكم وعندنا فقره بروجكت